وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة. تفضل يا علي. السؤال الأول، من كم يوم كنت في الإمارات وأنا يعني بعد مع الحدود بدخل عمان، أذن علي قال لي أن أجمع وأقصر الصلاة وأنا يعني على الحدود؟ أيوه. هل لأن ولايتي بعيدة عن الحدود، بعيد مسافة طويلة جدا. إن شاء الله يعني. أن أجمع وأقصر؟ إن شاء الله. سؤال ثاني، أنا يعني مريض بالحساسية، أدهن جسمي بالمرهم، فوقت الصلاة ما أغسله لأن الأعضاء الوضوء يعني أغسلهم بس الباقي جسم ما أغسله، هل علي شيء؟ هل صلاة صحيحة وجود المرهم؟ يعني قصدك وجود المرهم على بقية جسمك؟ أيوة. ما غسلت يعني، توضيت وصلي. طيب يعني أعضاء الوضوء غسلتها. اي نعم. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل لمس الكلب والقط اكرمكم الله ينقض الوضوء، وايضا اذا لعبهما؟ طيب السؤال الرابع، بس يعني بالامس دخلت مسجد ما عرفت ان هذا مسجد يعني غير مذهب، مسجد الشيعة يعني ما أعرف يعني، فدخلت معهم لأن قلت إذا خرجت خاف يصير شيء يعني فتنة ولا شيء، يقول ليش خرج، وصليت معهم، هل علي شيء؟ هل أعيد الصلاة أم صلاة صحيحة وراءهم؟ طيب يا علي مشكور، بارك الله فيك. حياك الله يا علي. تفضل يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا لو سمحت، سؤالي الأول في سورة فصلت في الآية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه فيه السجدة، لو سمحت أنا أسجد عقب ما أخلص الآية، هذا تعليل صحيح ولا لازم أخلص الآية اللي عقبها؟ إن شاء الله. وسؤال ثاني، لو سمحت، أمس أنا والعيال رحنا دبي تقريبا 80 كيلومتر، وهناك صلينا المغار 3 ركعات وصلينا عد السنة، بعدين جمعنا العشاء صلينا ركعتين، هل هالفعل صحيح ولا؟ صليت السنة بعد المغرب؟ هي صليت صلاة المغرب والسنة المغرب، جمعت العشاء مع المغرب ركعتين العشاء. إن شاء الله يا هدى. مشكور، جزاك الله خير. مرحبا. طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول كنت قبل كم يوم في الإمارات ولما رجعت ودخلت الحدود العمانية، يقول هل الآن في مثل هذه الحالة أقصر وأجمع لكوني دخلت إلى دولتي وولايتي بعيدة؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، في مثل هذه الحالة والصورة التي ذكرت ما زلت مسافرا، فالحالة التي أنت فيها تعتبر مسافر، ولذلك ليست لا ينقطع السفر بمجرد الدخول إلى الدولة حتى تصل إلى مدينتك، فإذا وصلت إلى عامر بنيان المدينة خلاص انتهى السفر، ولا تترخص برخص السفر، والحدود بينك وبين الحدود بينك بينها وبين ولايتك مسافة طويلة، إذا تقصر على الحدود بارك الله فيك، وأيضا تجمع إذا احتجت.
علي من عمان يسأل يقول بأنه مريض بالحساسية وكان يدهن جسمه كاملا، يقول بالنسبة لأعضاء الوضوء أغسلها أما بقية الجسم لا أغسلها، هل صلاتي صحيحة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمراهم هذه إذا كانت على أعضاء الوضوء وكانت تشكل عازل للماء فإنه يجب عليك أن تزيل هذه المراهم حتى يصل الماء إلى البشرة، لأن العلماء نصوا على أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كانت هذه المراهم تتشربها البشرة ولا تشكل أي طبقة مثل مراهم الحساسية هذه، فهي تتشرب الجلد، يتشرب البشرة، تتشرب هذا الشيء، فأنت تغسل أعضاء الوضوء. بالنسبة لبقية جسمك ليس له علاقة بمسألة الوضوء والطهارة، ليس له علاقة، ولذلك وضوءك صحيح بحول الله. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للمس الكلب والقط هل ينقض الوضوء؟ وبالنسبة للعابهما؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقط، أتكلم عن القط أولا، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن القطط، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ونص العلماء على طهارة سؤر الهرة، وسؤر الهرة هي الفضلة التي تبقيها في الإناء بعد الشرب، وكان بعض الصحابة كان يميل لها الإناء لتشرب ثم يتوضأ من هذا الإناء، ولذلك بالنسبة للشخص المتوضأ إذا لمس الهرة أو حملها أو وضعها في حضنه أو مسح عليها أو أصابه شيء من لعابها أو توضأ في الإناء الذي شربت منه، فإن هذا لا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بأن القطط طاهرات، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أما بالنسبة للكلب فما يخص لعاب الكلب فهو نجس، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وهذا يدلنا على أن لعاب الكلب نجس نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة، بمعنى أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإن هذا الإناء يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وهل يقوم غير التراب مقام التراب؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر أنه يقوم، مثل بعض المنظفات ومثل بعض يعني الأشياء الحديثة الآن التي قد تؤدي دور كبير جدا يفوق دور التراب، هذا هو الراجح. بالنسبة للعاب الكلب إذا وقع على يد المتوضئ فإن وضوءه لا ينتقض، وإنما يجب عليه أن يغسل يده، أن يغسل يديه أو يغسل يده أو يغسل ثوبه والذي وصله لعاب الكلب. لماذا؟ لكون لعاب الكلب نجس نجاسة مغلظة. وهل يغسل 7 مرات أم يكتفى بغسلة واحدة تنظف لعاب الكلب أو تنظف الثوب أو اليد من اللعاب؟ هذه مسألة خلافية، والمقصود يا علي بارك الله فيك أن لعاب الكلب نجس، فإذا وقع على يد الإنسان أو على ثوبه مثلا يجب عليه أن يغسله على الثوب 7 مرات واليد يغسلها حتى يتيقن بأنه قد زالت النجاسة. أما إذا كان لمس الكلب بحيث وقعت اليد على الكلب وهو على غير لعابه، وإنما على جسده، على جسم الكلب، وهو غير يعني بالنسبة للكلب ليس عليه على جسمه عرق، يعني لم يصدر عرقا ولم يكن هناك رطوبة مثلا، وإنما مس شعره، فإن هذا لا ينتقض الوضوء ولا يجب على المتوضئ أن يغسل يديه، ما يجب عليه. والقاعدة الفقهية أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، بمعنى أنه حصل ثوب، بأن ثوب المصلي، ثوب الإنسان لمس الكلب أو يده، وضع يده على الكلب ولم يكن الكلب يعني قد أصدر رطوبة مثلا مثل العرق، ولم يكن لمس لعابه، فإن هذا لا ينتقض الوضوء أصلا ولا يحتاج إلى أن يغسل يديه ثانيا.
علي يقول دخلت مسجد لغير أهل السنة والجماعة وصليت معهم، يقول خشيت لأني أنا ما تعمدت الدخول وخشيت فصليت معهم، ما حكم صلاتي؟ علي بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيجوز للإنسان أن يصلي في كل مكان حتى لو كان هناك معبد من المعابد مثلا والإنسان ضاق عليه الوقت ولا يستطيع الصلاة إلا في هذا المكان، جاز له أن يصلي في هذا المكان. وأما الصلاة خلف من يستقبل القبلة فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة نصلي خلف من قال لا إله إلا الله ونصلي على من قال لا إله إلا الله، فنصلي خلف من قال لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لا يشرك بالله شيئا، لا يدعو قبرا ولا ملكا ولا نبيا، وإنما يصرف العبادة لله، هذا نصلي وراءه ما دام أنهم من أهل القبلة، ونصلي على من مات، يعني من مات على لا إله إلا الله. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، نصلي خلف من قال لا إله إلا الله ونصلي على من قال لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، بمعنى أن لا يصرف العبادة إلا لله عز وجل. والعبادة كما عرفها بعض العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. ولذلك أهل السنة ولله الحمد عندهم يعني من الوسطية والاعتدال ما يسمح لهم ولله الحمد أن يصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، أهم شيء أن لا يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها سألت تقول بالنسبة لسجدة فصلت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. تقول أنا أسجد مباشرة، تقول يعني ما حكم فعلي؟ أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لي ما تقومين به لا بأس، يعني حتى لو سجدت عند هذا. والآن يا أم هدى المصاحف مخدومة ولله الحمد والمن، المصاحف مخدومة، فأنت بارك الله فيك تتبعين العلامات والإشارات الموجودة التي وضعها العلماء في مكان السجدة التي سجدها النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك بعض الآيات السجدة تكون بعد إكمال الآية، وهناك آيات السجدة تكون بعد السجدة مباشرة، مثل سورة النجم ومثل سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسور كذا. في سور لا، ما تسجدين عند مثل قول الله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن، لا، تنتقلين إلى ما بعد. فهذه الرموز والعلامات تخدمك، وإذا ما كنت تعرفينها روحي لأول المصحف أو آخر المصحف يبينون لك ما هي العلامات هذه، يعني يفسرون لك الإشارات التي وضعها العلماء، مثل حرف الميم، مثل الحرف الجيم، مثل هذه العلامة التي هي أشبه بمئذنة أو أشبه بسهم، هذا فيما يتعلق بالسجدة. بارك الله فيك. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يرضى عليك، سؤال يخص أخت مسافرة بإذن الواحد الأحد بفجر يوم الجمعة إلى العمرة، لكن قدر الله ما شاء الفعل أنه هو حاليا تكون على الحيض على الدورة الشهرية، بحيث يكون يوم الجمعة آخر يوم. هي تسأل هل تنوي الإحرام عند الميقات وهي مسافرة بالطائرة، وحين وصولها إلى الفندق إن كانت بعدها لم تطهر تنتظر بالفندق إلى أن تطهر حتى لو يكون يوم أو يومين، بعدها تغتسل وتروح تجيب العمرة، أم كيف يكون التصرف؟ وهي عندها فرصة تبقى هناك بالفندق، اي تبقى يعني ايام. نعم. قصدك انا نعم عندها 8 ايام او 9 ان شاء الله. طيب السؤال الثاني، نعم، هي تسأل هل التلفظ بك بجملة الله لبيك اللهم عمرة تكون لفظية ام فقط قلبية بالنية؟ ان شاء الله. بارك الله فيك شيخ. مرحبا اختي. تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين، اربع اسئله. تفضل. ماذا على الشخص اذا نزع الجراب
وكان قد لبس على طهارة ثم نام ونزعه، فهل إذا صح من النوم أن يرجع ويتوضأ وضوءا كاملا أم يلبس الجراب نفسه ثم يتوضأ ويمسح عليه؟ إن شاء الله. سؤال آخر، ما هي عدد ركعات الرسول صلى الله عليه وسلم عند قيام الليل في أول الليل وفي آخر الليل؟ كم عدده يعني؟ كم؟ لأنه أنا يعني أريد أن يعني أصلي كما هو كان يصلي. أبشر إن شاء الله. سؤال آخر، ماذا يقصد بالأسباط؟ ماذا إيش؟ يقصد بالأسباط. الأسباط. نعم. إن شاء الله. وسؤال أيضا مع ماذا يقصد آتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس؟ إن شاء الله. عندي في كانت عاملة تشتغل عندي من حوالي 20 سنة، ولكن هذه العاملة أسلمت عندي وثم بعد ذلك ذهبت إلى بلاد أخرى، ولكن أنا من عندما أسلمت قلت لها إن شاء الله يعني أخذك إلى الحج والعمرة، فأنا رحت لكن لن أستطيع أن أذهب أخذها معايا لكوني عندي طفل وكانت هي يعني قائمة فيه، فالحين هي مش معانا، ولكن هل علي أن أستطيع أن أدفع لها يعني بدل حج عنها لأنه هي لا تستطيع أن تذهب ولا أنا أستطيع أن أخذها لأنه هي بعيدة جدا، فكيف هل أستطيع أن يعني حج عنها أو يعني أرسل أموال إلى يعني إلى السعود إلى مكة حتى تعتمر؟ أنت تتواصلين معها؟ أي نعم. طيب إن شاء الله تسمعين الجواب. طيب وعندي سؤال آخر دكتور، في عندي خاتم حصلته هو ذهب وحصلته في البيت لأنه هو نفس هي هذه العاملة هي اللي جلبته لي، فقالت أني لقيته في البيت، ولكن منذ هذا من زمان بعيد يعني من حوالي 20 سنة، فأنا ما أستطيع أن يعني أن أسأل أو أجد من هذا اللي من هذا، سوى أن واحدة من زميلاتي سألتها قالت لي ليس لي هذا، فما أعرف من وين يعني شو أعمل به هذا، هل هذا اللي راح يصير ولا شو يعني؟ هي وين وجدت؟ في البيت عندك؟ في البيت. وكان عندكم مناسبة لما جابته؟ ممكن ما أعرف، أنا ما أتذكر بالضبط، لكن هي قالت أني وجدت هذا في البيت عندما كنت أنظف البيت. نعم. والخاتم هذا ليس لك ولا لأولادك؟ لا بناتك. طيب لمن أعطي يعني؟ أبشر يا أم محمد. مشكور جزاك الله خير. أهلا وسهلا. طيب الأخت أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني كنا بالأمس وصلنا رحنا دبي صلينا المغرب وبعدين سنة المغرب وبعدين العشاء ركعتين، ما حكم ذلك؟ أختي أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيك، المسافة ما بين أبو ظبي ودبي مسافة قصر، وما يعني قمت به أنت وأولادك من القصر والجمع هذا مشروع ولله الحمد، صليت المغرب 3 ركعات ثم صليتي العشاء ركعتين، هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي السنة البعدية سنة المغرب في السفر، فأنت قلتي لي قبل قليل بأنك صليت سنة المغرب وبعدين قمت وصليت العشاء، فأختي الفاضلة الرباعية تقصر إلى ركعتين، ما الفائدة إذا أنت أتيت بركعتي السنة؟ يعني تتمين أفضل، مثل ما أنكر بعض الصحابة كابن عمر وغيره على من كان يصلي السنن الرواتب في السفر، فأنت مستقبلا تصلين المغرب 3 ركعات ثم تقومين تصلين العشاء مباشرة ركعتين، ما تأتي بسنة راتبة بينهما، مثل الظهر والعصر صلين الظهر ركعتين ومباشرة تصلين العصر ركعتين، بارك الله فيك. فاطمة من عجمان بارك الله فيها تقول هناك أخت ستسافر يوم الجمعة القادم إلى العمرة، تقول حاليا هي عليها الدورة الشهرية، تقول يعني احتمال كبير بأن الدورة تنتهي أو تنقطع عنها يوم الجمعة، يعني تسأل تقول ما العمل في مثل هذه الحالة، هل تنوي عند الإحرام أم ماذا؟ أختي فاطمة بارك الله فيك ويسر الله
العمرة لهذه الأخت، بالنسبة لها إذا مرت على الميقات تلبي بالعمرة وجوبا حتى ولو كانت حائضا. فليس من شروط صحة الإحرام الطهارة، ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة. وأنا سبق أني نبهت على هذه المسألة وضربت لذلك أمثل. فلذلك المرأة الحائض إذا ذهبت إلى العمرة وهي تعلم أو يغلب على ظنها بأنها ستطهر وتبقى هناك تحرم من الميقات، فقد جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج في حجة الوداع نفست أسماء بنت عميس وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نفست بمحمد بن أبي بكر وين؟ في ذي الحليفة اللي يسمونها بئر علي الآن هناك. فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تغتسل وأن تلبي بالحج، فاغتسلت ولبت بالحج. ولذلك الحائض والنفس إذا ذهب للنسك سواء حج أو عمرة يلبيان عند الميقات، يلبيان عند الميقات، تقول لبيك اللهم عمرة وتدخل في النسك، وإذا وصلت هناك تمكث في سكنها فندق ولا شقة سكنية ولا أي مكان حتى تطهر. فإذا طهرت انقطع عنها الدم وهي تعرف علامة انقطاع الدم، تغتسل غسل الحيض الواجب، ثم بعد ذلك تذهب إلى الحرم الشريف وتطوف حول الكعبة سبعا وتصلي ركعتين بعد الطواف، وبعد ذلك تسعى بين الصفا والمروة سبعا وتختم بالمروة، ثم تقصر شعر رأسها بقدر أنملة، رأسها تجمعه كاملا بقدر أنملة، ويكون قد أدت العمرة ولله الحمد والمن. فاطمة من عجمان بارك الله فيها تسأل، تقول الأخت هذه تقول بالنسبة لقول لبيك اللهم عمرة، هل يكون التلفظ بها لسانيا أو قلبيا؟ أختي فاطمة من عجمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحج من شروط صحته النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وكيفية التلفظ بالنية المبتدع أن يقول نويت اللهم نويت أن أعتمر، هذه النية الغلط، هذه النية التي تكون بدعة. طيب بالنسبة للتلبية، التلبية ليست نية، التلبية هي إظهار تمييز النسك على أن الشخص هذا نوى، على أن الشخص هذا يريد العمرة، على أن الشخص يريد الحج، على أن هذا الشخص يريد حج القران الحج والعمرة، على أن هذا الشخص يريد حج التمتع مثلا. ولذلك أخت الفاضل ما يقوله الآن من ذهب إلى هذا النسك لبيك اللهم عمرة، هذا ليست نية، وإنما هذه تلبية، تسمى تلبية لتمييز النسك، وأما النية محلها القلب. ولذلك نحن نقرر دائما قاعدة أن النية محل النية القلب، لأن من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، وأن التلفظ بها بدعة. فلو جاء رجل قال نويت أن أعتمر، قلنا له لا أخطأت. لماذا؟ لأن النية من أعمال القلوب. لكن لما يأتي يقول لبيك اللهم عمرة، قلنا هذه تلبية، هذه مسنونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي شرعها صلى الله عليه وسلم. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول شخص كان لابسا الجوربين على طهارة ثم نام، وإذا صحى تقول هل يلبس الجوربين ليمسح عليهما أم لابد أن يتوضأ وضوءا كاملا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان لابسا الجوربين، كان لابسا الجوربين ثم خلعهما وأحدث بعد ذلك أو انتقض وضوءه إما بخارج من السبيلين وإما بنوم مثل ما ذكرتي فنام، إنه لا يجوز له أن يلبس الجوربين ليمسح عليهما ولم يتوضأ بعد، فلا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا، لأن المسح بطل كون القدمين كانتا مكشوفتين ونام على هذه الحالة. فإذا استيقظ يتوضأ وضوء كامل ثم يلبس الجوربين ويبدأ يمسح عليهما مدة يوم وليلة للمقيم. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول ما عدد الركعات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها في الليل، لأني حابة أن أكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وفقك الله لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي غير الصلاة.
بالنسبة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الليل، كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، وهذا هو الغالب على صلاته، يصلي ركعتين ثم يسلم منهما، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم منهما. تقول عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يستريح صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين ويسلم منهما، ثم يقوم فيصلي ركعتين ويسلم منهما. تقول عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعة وهي الوتر، وهي الوتر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة بهذه الطريقة، لكن 13 ركعة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 15 ركعة، 15 ركعة، لكن الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها في رمضان وفي غير رمضان، وما كان يزيد على ذلك. لكن قول عائشة وما كان يزيد على ذلك هذا على الغالب، وإلا زاد النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينوع الوتر، فكان يصلي 3 ركعات سردا لا يشبهها بالمغرب، وصلى 5 ركعات سردا يعني لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، 5 ركعات لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، وصلى 7 ركعات سردا لم يجلس إلا في الركعة الأخيرة وسلم، وصلى 9 ركعات سردها إلى الركعة الثامنة، جلس للتشهد ثم قام ثم أتى بالركعة التاسعة وسلم صلى الله عليه وسلم، يعني جلس للتشهد وسلم. وأختي الفاضلة أم محمد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صلاة الليل لا عدد محصور لها، وبمعنى أن الإنسان يصلي ما شاء. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه زاد على يعني 11 ركعة، كان يصلي 21 ركعة. كذلك بعض الصحابة زادوا، ومنهم من زاد أكثر من 20 ركعة. ولذلك قيام الليل الأمر فيه واسع، فيصلي الإنسان ما شاء، يصلي الإنسان ما شاء. لكن ليقول شخص: أنا والله أريد أن أقتصر على ما كان عليه غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك 11 ركعة، لكن عائشة كانت تصفها بالحسن والطول، الحسن والطول. قال فلا تسل عن حسنهن وطولهن، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بقيام الليل عناية عظيمة. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول: ما معنى الأسباط؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الأسباط الوارد ذكرهم في القرآن هم أولاد يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. ولذلك الأسباط الذين جاء ذكرهم في القرآن هم أولاد يعقوب، قيل 12 رجلا، وهم قبائل شتى، أصبحوا قبائل شتى، وهم الأسباط، يرجعون إلى أولاد يعقوب. أم محمد بن أبو ظبي تسأل عن قول الله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، تقول: ما معنى ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لروح القدس هو جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة، وهو الرسول بين الله وبين أنبيائه ورسله في تبليغ دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو روح القدس وهو أفضل الملائكة على الإطلاق. أما البينات التي آتاها الله عز وجل عيسى، وآتينا عيسى بن مريم البينات، فالبينات جمع بينة، وهو الأمر الواضح البين، الأمر الواضح البين، وهي ما يعني بعثه الله عز وجل به من العلامات الدالة على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. أم محمد من أبو ظبي تقول: كانت عندي عاملة أسلمت ولله الحمد ثم انتقلت إلى بلاد أخرى، تقول: كنت وعدت هذه العاملة بأنني سأذهب بها إلى الحج، لكن قدر الله ذهبت أنا وبقيت هي عند طفلي. تقول: الآن يعني ماذا علي؟ هل أبعث لها حجها الآن مثلا؟ هي ما تستطيع الذهاب.
أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وشكر الله لك هذا الحرص على هذه العاملة وعلى إسلامها وعلى أيضا الذهاب بها إلى الحج، لكن قدر الله وما شاء فعل أنها لم تذهب، ولذلك ما تعتمرين عنها ولا تحجين عنها ما دام أنها حية، ما دام أنها حية. فإن القاعدة الشرعية أنه لا يجوز الحج والعمرة عن الحي القادر، الحي القادر لا يجوز أن يحج عنه الإنسان، يجوز الحج عن الحي العاجز عجزا كاملا، يسمى المعضوب عند الفقهاء عاجز عجزا كاملا، لديه عجز كامل، ما يستطيع الانتقال إلى مكة ويعني السعي بين المشاعر، يعني الذهاب إلى مثلا عرفة ومزدلفة. هذا الذي نص العلماء على جواز الحج والعمرة عنه إذا لم يكن قد حج أو اعتمر سابقا، أما إذا كان قد حج أو اعتمر سابقا فلا يحج عن الحي العاجز عجزا كاملا عن الحج والعمرة، لأنه قد سقط عنه الفرض. لكن أخت الفاضلة بالنسبة لك أنت ممكن تقترحين عليها تبعثين لها هي مبلغ وترتب وضعها في الحج حتى يعني تكونين قد وفيت بوعدك، وإذا لم تستطيعي وهي لا تستطيع فهذا وعد لا يلزم، وإن شاء الله لك الأجر والثواب. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تكبر خير يا شيخنا. سنور العافية. الله يوفقك يا رب. إياك. المكناف عندك وللجميع المسلمين. الله يجزاك. ثلاث أسئلة جعل يجاوك الجنة. السؤال الأول. نعم. فيه أخ وأخوه نذر على أنه يعطيه كل شهر 500. كم؟ ما أعطاه، يعني ما أدري هل هي ظروفه تعبانة ولا هو من عنده. هذه واحدة. كم يا أبو أخوي عبد الله؟ عبد الله كم نذر يعطيه؟ نذر إيش؟ نذر نعطيه كل شهر 500. حلف يعني حلف ها؟ إي يقول عليه نذر أن يعطيه 500 ريال. لا بس فهمني عبد الله، تعرف ما يخفاك النذر غير الحلف. أحيانا يقول مثلا لله علي أني أعطي أخوي هذا 500 ريال شهريا. لا نادر شيخنا. هلا. اللي جاوبك الجنة نادر النذر هو. إي. وش قال؟ يعطيه كل شهر 500. وش السبب؟ الله كسمني سم. وش السبب؟ يعني مساعدة له، يعني معونة له. إي أنا أدري يا أخوي عبد الله، حين بعض الناس يقول نذر علي يقصد الحلف، وبعض الناس يقول نذر علي يقصد الوعد. أنا أعرف اللي عندنا هناك، ويعني واختلاف النيات في هذا. هو النذر دائما يقول يا رب إن رديت غائبي إن شفيت مريضي لله علي أني أعطي أخوي 500 ريال شهريا، هذا يسمونه نذر. أو يقول نذر علي أني أعطي أخوي كذا، يقصد الحلف. من أي نوع هو؟ والله طيب خلاص اللي وصاني كذا جعلي إن شاء الله بفصل لك أنا بالجواب. الله يوفقك يا رب. سم السؤال الثاني. اللي جابك الجنة هل وضوء السنة، عفوا سنة الوضوء على طول مباشرة، ولا دخل المسجد ولقاه يقيم هنيته أنه كان بيدخل المسجد ويتسنن سنة الوضوء مثلا الظهر أو العصر أي وقت؟ أي نعم. هذا واحد. الثاني جعل يجاوك الجنة، أنا عندي مبلغ ما يستهان فيه، وفيه مندوب البنك دائما يكلمني يقول بنشغله لك تريد مالي، نعطيك 60-50% 40% أقل شيء، هل هذا جائز يا شيخ؟ المصرف الإسلامي؟ ها؟ المصرف الإسلامي؟ البنك المركزي حق المملكة. أيوة، وشغله لك بإيش يعني؟ الفلوس في المحفظة أو في الحساب. اي نعم. والربح وأنا كيف؟ وأنا أعطيهم شهادة أن هذا المبلغ لي في حسابي، وأنهم هم يشغلونه لي لمدة سنة، 10 شهور لي، شهرين لهم مقابل تشغيلهم المبلغ. والربح نسبة ولا مقطوع؟ لا كل شهر 40-50%. اي 40%. ايه ان شاء الله يا اخوي عبد الله ابشر. يا رب يوفقك الدنيا ووفقك. وياك وياك. يجزاك. مرحبا. تفضل يا ام سيف. ام سيف.
أم سيف من العراق وينها؟ راحت؟ يلا طيب أرجع عندكم شيء؟ يلا أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل في سؤالها الأخير، تقول يعني العاملة اللي كانت عندي وجدت خاتم في البيت عندي وسلمتني، تقول هذا الكلام قديم من 20 سنة، تقول أنا يعني ما عندي قدرة أني أسأل، سألت وحدة بس فقط من صديقاتي وقالت لا هذا مولي، تقول الآن ماذا أفعل يا أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك؟ بالنسبة لهذا الخاتم يسمى لقطة، والمعنى بأن هذا المال الضائع لشخص أكيد، إذا لم تقول تيقنت تقول ليس لأحد من أهل البيت، إذن هذا لمن زاركم، لأن الخاتم هذا ما يأتي هكذا، أكيد من زاركم فقد الخاتم، كان الواجب عليك في ذلك الوقت أنك تسألين كل من زارك وكل من له صلة بك وكل من يتردد عليك، تقولي لهم فقدتم شيء من الذهب، ولا تقولين خاتم، فإذا قالت واحدة نعم والله أنا فاقدة خاتم، كيف لونه حجمه نوعه عياره النوع الفلاني، خلاص تعطين هي هذا نقول هو الأصل، أما وقد مضى عليه هذا الزمن الطويل وأنت فردتي سامحيني في التعريف، وأكيد بأنك ما كان عندك الفقه في هذه المسألة، فالآن أنا أنصحك بأن تتصدقي بهذا الخاتم عن نية عن ترجين الثواب لصاحبة الخاتم، ولو أنك سلكت المسلك الشرعي عرفتي سنة كاملة وما ظهر لها صاحب، ما ظهر للخاتم أحد، ما ظهر لأحد، تملكين أنت، الشريعة تملك الإنسان اللقطة هذه التي التقطها وعرفها وسعى وسلك المسالك الشرعية في إيصاله إلى أصحابه، لكن ما جاء يملكها في النهاية ولله الحمد، لكن أما وقد أخللت بهذا الأمر فالذي أراه لك بأنك تتصدقين به وترجين الثواب لصاحبة الخاتم. عبد الله من السعودية يقول في عندي أخ وأخوه، هذا الأخ قال نذرا علي بعطي أخي 500 ريال شهريا، يقول ما حكم ذلك، ويسأل طبعا عن الاستمرار وغير الاستمرار. عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، أخي الفاضل مثل ما يعني تحاورت معك وتناقشت معك ما المقصود بالنذر، جرت العادة يا أخي عبد الله أن الناس ما ينذرون إلا لطلب شيء من الله عز وجل، يقول الواحد يا الله إن شفيت مريضي، يا الله إن رديت غايبي، يا الله إن نجحت ولدي، يا الله إن حصل كذا وكذا، يا الله إن كذا ودفعت عنا بلا، ولا يدعو بخير يجلب بسوي كذا، ها هذه يسمونها النذر، هذا هو النذر، يقول لله عليه. وهناك من الناس وفي من قبائل العرب الموجودة يقول نذرا علي كذا، ويقصدون الحلف، يعني يقول والله كان يقول والله العظيم إني بعطي أخوي 500 ريال شهريا، وهذا يفهم من موقف معين، مثل واحد أن تقول لهم ولا يقول له أبوه أنت مقصر مع أخوك، يقول أنا ما مقصر، قال ولا مقصر، قال والله العظيم أني بعطي 500 ريال أو نذرا بعطي 500 ريال، ويقصد هنا الحلف. وبعض الناس يقول نذر أني بعطيك 500 ريال شهريا يقصد الوعد، نذر وعد، ولذلك العرف يا أخي الفاضل له سلطان في الشرع، العرف يقيد المطلق، العرف يخصص العام، العرف يبين المجمل، فلذلك يعني اللي يظهر لي يا أخوي عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك أن الرجل اللي قال هالكلام هذا قال عن طريق الحلف نذرا علي، يعني كان يقول والله العظيم أني بعطيه 500 ريال شهريا، طيب هو حلف 500 ريال مدام أنه قادر عليها يستمر، وهذا باب من أبواب الخير فتحه الله عز وجل على هذا الرجل ويعطي أخاه، لكن والله إن قصر أو إن مثلا قال لا أنا هونت أنا عندي مصروف آخر، وقف يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. تفضل أبا خالد. أبو خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا دكتور أنا لي سؤال متعلق بالطب، أنا لي أكثر من 40 سنة وأنا نعالج على المفاصل متاعي ولكن بدون شفاء، شفت أخصائيين كثيرين ولكن بدون جدوى، شارب دواء شارب طعيه، عملت كثير ولي قريب 70 سنة. نعم. ولكن مؤخرا لقيت واحدة طبيبة مشيت عندها مختصة في الأعصاب هذه والروماتيز، قالت لي أعطتني دواء مرة شربته بدون جدوى، قلت لها ما ينفع،
عاود زادتني مرة ثانية قلت لها بدون جد. قالوا نعم نعم اسمعك يا أبو خالد تفضل. هي قالت لي كاين دواء عندي مريض شفى منه كاين إبرة تعملها أي. وهي مصنوعة من الخنزير. قالت لي ولك هذه مسلمة هذه الطبيبة وشفاء قالت لي هذه الإبرة كي ديرها تريح إن شاء الله لأن نفس المرض تاعك ريح به إنسان. أنا حاولت أتصل بك ولكن قنعتني هذه الطبيبة أنها مسلمة كذا. أين أنت يا أبا خالد؟ ما كملت لنا قصتك. أعد أعد يا أبا خالد اتصال من جديد ضروري ضروري يا أبا خالد. نعم يلا. طيب عندي عبد الله من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي يعني توضأ وحب أنه يصلي سنة الوضوء يقول لما راح المسجد وجد الصلاة قائمة يقول ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. بالنسبة لسنة الوضوء سببها الوضوء السنة الوضوء هذه سببها الوضوء فالإنسان إذا توضأ يصلي إذا توضأ يصلي إذا فصل بين سنة الوضوء والوضوء فريضة خلاص انتهى وقت صلاة سنة الوضوء انتهى وقت صلاة سنة الوضوء لأن سببها الوضوء فهو يصلي بعد الوضوء. طيب إذا دخل المسجد وجد الصلاة قائم يصلي السنة ولا الفريضة؟ الفريضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب وإن شاء الله لها أجر سنة الوضوء إذا كان متعاهدا لها مواظبا عليها له الأجر إن شاء الله لأنه حال بينه وبينها إقامة الفريضة. عبد الله من السعودية يقول عندي مبلغ مالي يقول ما يستهان به لكن يقول أنا يعني البنك قال لي اتصلوا علي المندوب اتصل علي مندوب البنك وقال بأني أشغل لك وأعطيك 40% وذكر طبعا طريقتهم في قضية يعني السنتين مثلا سنة له وبعدين لهم وشيء منها هذا القبيل. عبد الله بارك الله فيك بالنسبة للمساهمات في المصارف الأصل فيها الحل والجواز والإباحة هذا من حيث الأصل إذا توفرت فيها الشروط فإذا كانت هناك مساهمة من حيث النشاط النشاط حلال وأنت اطلعت على هذا الشيء وليس فيه شيء من الربا وليس فيه شيء من الأنشطة المحرمة وقالوا لك هذا المبلغ نعطيك 40% أرباح مثلا ولكن بعد السنة الأولى أو بعد السنة الثانية يبدأ نعطيك أرباح بهذا الجزء المشاع اللي يسموه النسبة هي أحيانا تحصل لك 1000 ريال وأحيانا تحصل لك 10,000 ريال مثلا وأحيانا تحصل 100,000 مثلا أرباح ما في شيء الأصل فيه الجواز. أهم شيء يا عبد الله الله يرضى عليك أنك تقرأ الشروط وتروح تناظر وأيضا إذا قالوا لك عندنا فتوى من الهيئة الشرعية مثلا أو اللجنة الشرعية والمشايخ معروفين ما فيها شيء ولله الحمد والمنة فأنت عندك خطوة واحدة تزورهم بدل الاتصال تقول عطوني وش اللي عندكم وما هي الفتوى والحمد لله. إذا أحببت أنك تشتغل وتساهم معهم الأمر على الجواز. تفضل يا حمدة. حمدة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال واحد. تفضلي. إذا كفلت يتيم وبوقف الكفالة هل يصير علي شيء ولا لا؟ إذا كان عمر اليتيم يعني. يعني ما زال يتيم ها؟ أي ما زال يتيم وبوقف الكفالة. شو السبب؟ ما بيدفع. إن شاء الله أبشري يا حمدة. تسمعين لا. الجواب. تفضل يا أم فيصل. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أكلمك من السعودية. أنا اسمي فيصل مقيمة في السعودية طول عمري. تزوجت وجبت أولادي وربيتهم هنا بالسعودية وكل أمورنا تمام. بالفترة الأخيرة ولدي الكبير لما صار ما عنده إقامة ولأنه تخرج من الجامعة فطبعا حسب نظام البلد أنه يطلع من البلد. فحاولنا نلاقي له وظيفة أنه يشتغل يكون على وظيفة على يعني إقامة وظيفة فما تأمل ما تيسر الموضوع. فاضطر ولقى شغل ببلد أجنبي وسافر وصار كورونا وأغلقت البلد وما في مطارات وصرنا ما نروح له ولا يجينا وبالآخر اكتشفنا أنه هو بيعرف وحده وأنه بده يتزوجها وهي مشركة يعني مو مسلمة فنحن رفضنا
وقال هي وما في غيرها، والآخر على العموم يعني إنه اختلفنا معاه وكله، وبالآخر خلاص قرر إنه هو يتركنا ويكون معاها وتزوجها، وما عاد لا يتصل فينا ولا يكلمنا، وحتى صار محاولاتي للتواصل معه إنه أسوي أي طريقة للتواصل معه تلاقيه بيصدني، وما عنده أي تفاهم إلا نوافق عليها، ونحن ما رح نوافق عليها لأنه المشركة شو رح تربي أولاد، شو رح يكون حالها حاله معاها. كم عمر الوالد؟ عفواً؟ كم عمر الوالد؟ زوجي عمره هذا ابني، أنا عم بحكي عن ابني فيه. أنت تتكلمي عن ابنك؟ إيوة، هو لأنه راح البلد هذا على أساس إنه يشتغل، ويحاول يلاقي له وظيفة يرجع على السعودية يعيش معنا مثل ما ربينا كلنا، ولكن نعم. لما راح لهنيك يبدو إنه سبحان الله لما سكرت علينا كورونا ما عاد لا يجينا ولا نروح له، صار التواصل معنا صعب، وهو خلص شافنا إنه إحنا رفضنا هذه الزوجة اللي بدي يتزوجها المشركة، هي مسيحية. وحاولت أنا والله إني أتواصل معها وأتفهمها، وإنه قلت يلا ربي لعلها إنها تسلم، لا بس ما غير مريحة الإنسان، ولا ارتحنا لها ولا فيها أي مجال إنه حسينا فيها في أمل يعني. نعم. حتى هي قالت أنا ما رح أغير ديني، وكانت يعني غير مريحة حقيقة، كانت وقحة شوي. نعم. فنحن رفضنا وخلص، وقطعنا ابني، وما عدنا سمعنا منه. وأنا آخر مرة سمعت منه كان شوية هيك يعني كلام مع الأسف قاسي، وبعدين صرنا نسمع انه عنه انه هو لا بيصلي، خلص بطل صلاه، وحتى صار رمضان اللي فات ما صام، وحتى ما عدنا نعرف عنه اي شيء. فقال زوجي انا ما مستعد ان انا، الله سبحان الله الانسان عمره بيخلص باي وقت، انا لو مت ابني هذا رح يرث مني، ورح يعطي هذه الفلوس لهي الزوجه واولاده المشركين، او هي مشركه وعايشين حياه مشركين يعني، خلص نسي سبحان الله، نسي كل الصلاه والصيام والحج اللي كان معانا كله نسي. فأنا عم له حرام، ما بيجوز تحرمه، أنت مو من حقك، تركه اللي بعد الوفاة حق الله، اللي أنا ما رح أعطيها يصرف على المسلمين، أنا أتوقع أنه غير مسلم لأنه صار نهائي ما بيصلي، نهائي ما بيصوم، حج اللي رأي الحج نسيه. فنحن ما نعرفين هل يجوز أنه نحن نحرمه ولا علينا إثم، ولا لأنه غير مسلم لا يرث غير المسلم من المسلم. فأنا والله ما نعرف إيش. كم له سنة الآن متزوج؟ الآن هو تعرف عليها سنة كاملة اللي هي السنة اللي قبل كورونا، وسنتين الآن كورونا، وفتحوا سنة صار بيعرفها على الأقل 3 سنين. وتزوجها يا شيخ زواجهم هم، ما راح عند شيخ مثل ما نحن عقد وشهود ومثل الزواج الإسلامي، لا زواجها بالسجل المدني عندهم هنيك يعني بطريقتهم هن. الله المستعان. طيب أبشر يا فيصل. إيه. أبشر، تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا أختي. مرحبا. تفضل أبو محمد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيب حالك. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك. عندي سؤالين طول عمرك عن المساعد. الله يحفظك. تفضل. تركيز، ابغي نصيحه منك الله يحفظك طول عمرك لعمك المساجد، يعني تركيزهم على توصيل الصوت والصلاه للخارج، والدليل انهم لما يركعون ولا يسجدون عمليه توصيل الصوت والتكبيرات يكون تركيز في السماعات قبل ما يكون للمامومين، والدليل المامومين يركعون ويسجدون قبل الإمام يا شيخ. هذا الشيء كثير تلاحظه، تحس أن الشيخ قاعد يوصل الصوت للبر. هل هو تركيز الإمام لازم يكون أن يوصل الصلاة للمامومين اللي داخل المسجد بطريقة فيها خشوع وتركيز عشان الناس أن تلحق وتأخذ الأجر منه وكذلك؟ طيب أبشر. والعملية توصيل الصوت والصلاة والذكر بس للخارج للناس، هل هو يم الناس في المسجد ولا خارج المسجد؟ وصلت الفكرة. أعطني السؤال الثاني. جزاك الله خير. السؤال الثاني طول العمرك، في المنطقة اللي احنا فيها في 4 مساجد على مثل ما تقول على مدى كيلو عن كل مسجد، يعني مثل ما تقول مربع، كل مربع في يعني لا المربع الواحد في 4 مساجد. أنا الحين بيتي في النص، أنا على أي مسجد أروح أصلي؟ يعني ما شاء الله الخير سابق، ما شاء الله الخير كثير الحين عندي 4 مساجد أنا جارهم ما شاء الله. أي مسجد ما شاء الله أنا حج ولا أنا ملزوم أن أنا أصلي فيه؟ وأقرب المساجد إليك يعني واضح يعني ممكن أنك تميزه. والله كلهم نفس القرب يا طويل العمر. نفسها يعني كيلو يميني كيلو يساري كيلو قدامي كيلو مثل ما تقول خلفي. ما شاء الله ما شاء هذه نعمة. أي ما شاء الله هذه نعمة الحمد لله رب العالمين. في ناس محرومين الزامية الشيخ الله يحفظك طول في عمرك. اي نعم. الزامية السؤال الأخير الله يحفظك. سم. طولنا عليك. تفضل. الزامية أن الشخص يصلي في المسجد، كم المسافة الإلزامية للشخص اللي لازم يصلي في المسجد؟
يعني كيلو كم كيلو مثلا الحين في قصر للصلاة 83 كيلو أعتقد أن يكسر للصلاة. المسجد كم يكون لازم بعد عن بيتك عشان أنك أنت تكون ملزوم أنك تروح المسجد وتصلي في المسجد؟ أبشر أبشر أبو محمد. الله يحفظك يا طول. مرحبا ومسهلا. طيب حمدة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا كفلت يتيم وتقول اليتيم ما زال صغيرا وأنا أريد أن أوقف الكفالة، ما حكم ذلك؟ أختي حمدة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لكفالة الأيتام من أفضل الأعمال ومن أجل القربات ومن أعظم الطاعات، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجاء في لفظ قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ثم فرق بين أصبعيه، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن كافل اليتيم في مرتبة عظيمة، وأنه هو والنبي عليه الصلاة والسلام من حيث القرب كما بين السبابة والوسطى، هذا القرب يعني كما بين السبابة والوسطى. وإذا فتح الله عز وجل على مسلم أو مسلمة باب كفالة اليتيم فإنها نعمة يجب عليه أن يشكر الله عليها، خاصة إذا كان قادرا مستطيعا، والله جل وعلا يمن على من يشاء من عباده بفتح أبواب الخير. فأنت يا حمدة فتح الله لك بابا من أبواب الخير، أغلقه على كثير من الناس يتمنون أن يكفلوا أيتام، لكن فتح الله عليك هذا الباب، فالواجب عليك أن تشكر الله عز وجل سواء كنت أنت السائل لنفسك أو قصدت شخصا آخر. والمعنى أن الإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. الله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلذلك هذه نعمة عظيمة. كيف الآن إنسان أقدم بطواعيته وأقدم برغبته وكفل يتيما ما زال طفلا صغيرا ثم في وسط الطريق قال لا أنا خلاص أنا ما أريد أن أكفل. هل ترضين يا أختي حمدة أو من تسألين عنه أو تسألين بالنيابة عنهم أن الإنسان يتعامل معك أنت مثل هذا التعامل؟ يعني شخص وعدك أن يسافر بك إلى مكة وفي نصف الطريق قال لا انزل وهونت، ما وقع هذا الأمر على نفسك؟ طيب هذا اليتيم الصغير المسكين اللي ولله الحمد فتح الله له باب خير عن طريقك أو عن طريق من تسألين بالنيابة عنهم، هذا الطفل الآن في وسط الطريق توقفتي، ما لهذا الطفل؟ وتعرفين بأن الأيتام كثر في هذا العالم خاصة أطفال المسلمين، ما لهذا اليتيم؟ من الذي يقوم عليه؟ الآن ربما يعني ربما هذا التعطيل للكفالة ربما يؤدي إلى وفاته، يتحمل هذا الإنسان. ما أحد قال يجب عليك أن تكفل ابتداء، أنت اللي ذهبت فكفلت، كملي الكفالة إلى أن يبلغ هذا اليتيم. إذا والله تعرضت لجائحة، تعرض مالك لجائحة سماوية أو لآفة أرضية، أو وصلت مرحلة دخلت في قروض وديون وما عندك القدرة، أنت معذورة عند الله عز وجل. ولذلك لا يصلح هذا يا أختي الفاضل، وهذه نصيحة لكل أحد. للأسف الشديد بعض الناس تدفعه العاطفة ويشوف ما شاء الله يسمع الأحاديث يسمع كذا، ما حد قال غصبا عنك تكفل، هو راح بنفسه ثم إذا جاء تحسف على 200 ريال أو 150 ريال يدفعها شهريا، سبحان الله العظيم. ويمكن هذا الشخص ها لو راح المطعم صرف 400 و500 ريال ما يهمه، على المطعم ما يهم، أو يروح يشتري يعني أجهزة إلكترونية ب1000 و2000 ما يهمه، لكن كفالة اليتيم يجيه الشيطان ها يوسوس له ويضعفه ويوهنه ويقول له هذا مبلغ كبير، 150 و200 ريال كثيرات. فلذلك أنا أنصحك بأن تتقي الله وتخاف الله وتنتبهين. أنا ما أقول لك حرام، لا، أنا أقول لك انتبهي، ما تدرين قد يترتب عليه شيء. هذا الطفل اللي الآن فرحت أمه بهذه الكفالة أو الجهة الراعية له فرحوا يتفاجئون والله انسحبتي من كفالته، وأنت ما ترضينها لنفسك في 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 صورة ومثال ضربت لك قبل قليل، كيف ردت فعلك إذا كان واحد يفعل مثلا أبسط من هذا الشيء مع رشدك وبلوغك وقدرتك على التصرف الشخصي؟
وهذا طفل صغير، فأنصحك بأن لا تفكري بهذا، واحذري من الشيطان، الشيطان يوسوس. الشيطان سبحان الله العظيم يأتي بعض الناس اللي يتصدقون 100 درهم 200 يعمل لهم طريقة حسابية، يقعد الواحد يحسب ها 1000 يعني 100 بالسنة كذا يحسبها، لكن اللي راح المطعم لا ما يحسب، الشيطان يتركه يقول له أبدا هذا زين، اللي راح يشتري اكسسوارات ويشتري بعض الشغلات لا 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 الشيطان ما يجي يقول هذا زين. فأنا قصدي يعني الواحد يتقي الله ويخاف الله سبحانه وتعالى وينتبه، هذا باب خير لا تغلقينه، الله عز وجل فتح لك باب خير لا تغلقين هذا الباب، لا تغلقين هذا باب، يمكن الله عز وجل يغفر لك جميع تقصيرك وما حصل من ذنوب وما حصل بسبب هذا الباب اللي هو يسير 150 و200 ريال حتى لو كان 1000 ريال، هذه نعمة من نعم الله. بارك الله فيك يا حمدة. أم فيصل من السعودية، طبعا استمعنا إلى قصتها المؤلمة الموجعة المحزنة مع ابنها الذي ربته ورعته وحج بيت الله الحرام وصلى وربه تربية صالحة، وبسبب يعني مسألة الإقامة خرج إلى بلد غير مسلم واقترن بامرأة غير مسلمة وأصر عليها مع رفض والديه وشيء من هذا القبيل. تقول بدأنا نتفاجأ بأنه ترك الصلاة وشيء من هذا القبيل، والبنت هذه تعاملها معنا وقح كما ذكرت وشيء من هذا. تقول الآن الأب يقول أنا كيف يعني أعطي تركتي أو تركتي كيف تذهب إلى هذا الولد وربما تصرف فيها في أمور محرمة، وهو يقول كما ذكر بأنه لا يصلي وشيء من هذا القبيل. أختي أم فيصل، أسأل الله تعالى أن يجبر مصابكم، أسأل الله تعالى أن ييسر أموركم، وأسأل الله تعالى أن يهدي هذا الولد وأن يعود إلى رشده. أنا أتوقع والله أعلم أن هذا الولد الذي تربى تربية صحيحة ونشأ نشأة طيبة لن يستمر في هذا الطريق الشائك المظلم وسيعود بإذن الله. لكن أهم شيء أختي الفاضلة أن تكثري له من الدعاء، أنت ووالي وأبوه تكثران له من الدعاء، كذلك تحرصان على الالتقاء به، فإن المواجهة أفضل من المراسلة، ويعني رؤية الشخص وجها لوجه هذه في تقديري بأنها يعني تؤثر تأثيرا ما لا تؤثره الرسائل أو الاتصالات أو شيء من هذا القبيل. ويحرصي على هذا أنت ووالده حتى لو اضطررتم إلى السفر إليه، وقد تكونون فعلتم هذا، لكن عموما أختي الفاضلة إذا الولد استمر في هذا الطريق وأوغل في هذا الطريق وذكرت بأنه والعياذ بالله يعني خرج عن دين الإسلام، ترك الصلاة مثلا، أصبح يمارس يعني والعياذ بالله الإلحاد مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا يحتاج الأمر إلى أن الوالد يحرم من الميراث، الشرع يحرم من الميراث. ولذلك المجمع عليه عند أهل السنة أن غير المسلم لا يرث المسلم، فالابن إذا كفر بالله والعياذ بالله هو محروم من الميراث. في ثلاثة أشياء تسبب الحرمان من الميراث، ومن جملتها الكفر، فلا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فلذلك الشرع أختي الفاضلة يمنعه من الميراث، لكن أنا أنصحك بأن لا تشتغلوا بمثل هذا الأمر الآن، وإنما حاولوا أن يكون جل اهتمامكم و يعني قضيتكم الكبرى هو كيف يرجع هذا الولد إلى الإسلام، كيف يرجع هذا الولد إلى الدين. أنا أنصحك يا أختي أم فيصل، أنصحك بأن تقولون له يعني استمر على هذا الزواج. تعرفين القاعدة الشرعية عندنا جواز زواج المسلم من الكتابية، والمقصود بأهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، فالشرع الإسلامي أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية وليس العكس. فلذلك أنتم طمئنوا، لأن الولد هذا الآن يعيش خوف ويعيش عقدة مسألة الرفض الكامل، فطمئنوا قولوا له يعني استمر مع هذه المرأة ونحن وافقنا مثلا، ولكن أهم شيء دينك، أهم شيء أن يرجع إلى دين الإسلام. فإذا رجع إلى الدين ورجع إلى الصلاة ورجع إلى الإيمان إن شاء الله من خلال هذا الرجوع لعله يكتشف أشياء كثيرة، وممكن أنه يعني ممكن الله أعلم أن إما تتحول امرأته إلى الإسلام أو أنه هو يبقى معها، لأن الشريعة ما ترفض، لكنه يحسن العلاقة معكم ويبر والديه ويصل أرحامه، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
أبو محمد من الشارقة أعتذر منك اعتذار شديد لأن وقت البرنامج أنت يا أبو محمد، وطبعا أن طلبت نصيحة يعني فيما يتعلق بمسائل الأئمة والكذا، لكن هذه تحتاج إلى وقت والوقت خلاص أنت إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على أسئلتك يا أبو محمد، فانتظرني وانتظرونا جميعا غدا بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.